لم ينل منهم التعب ولم يتسلل اليأس إلى قلوبهم بعد انقضاء 8 أشهر من عمر الحرب الإسرائيلية في غزة. رجال ونساء، عائلات بكبارها وصغارها، حافظت على زخم مسيرات دعم فلسطين ومستمرون في الضغط حتى تقف الحرب وينتهي القتل. يوم السبت من كل أسبوع تقريبا بات موعدا معلوما لآلاف المتظاهرين الرافضين للمقتلة في غزة ولمشاركة حكومتهم فيها. طلباتهم محددة: يجب وقف الحرب ووقف كل أشكال دعم القتلة ومحاسبة المسؤولين. أوقفوا هذه الإبادة، هذه عملية إبادة مستمرة كل يوم. لقد قتل بالفعل أكثر من 40,000 إنسان. نحن هنا لنعبر عن رفضنا لتواطؤ حكومتنا في الهجوم على فلسطين. كل مسؤول حكومي هنا عليه واجب حماية قوانين حقوق الإنسان. رسالتي للحكومة هي أنكم متواطئون وأيديكم ملطخة بالدماء وستظل كذلك مهما حاولتم غسلها. اختار المتظاهرون راسل سكوير ليكون نقطة انطلاق لهم يتحركون منها نحو مقر البرلمان في رسالة قوية لكل من يخوض غمار الانتخابات العامة الآن بأن هذا ما يراه الشارع صوابا، فإما أن تكونوا صوت الشارع وإما أن نحاسبكم في صناديق الاقتراع قريبا. يسيل الدم على أرض غزة فيروي بذرة الوعي في عقول الآلاف هنا في لندن لتبصر قلوبهم ما تعبى أن تراه عيون الحاكمين. أبو بكر بشير، القاهرة الإخبارية، لندن.